وقف بابا ماكو قانون يوقف راتبه. ليش موقفين راتبه؟ موظف يقول لك راتبي مقطوع. اعطي راتبه لا خلفت عليك. هي منا مالت الخلفك. محمد وليد طلع وياي بحلقة بالتقاعد. ومحمد بعثت للأنبار وشاف عمار نوري. ومحمد راح وقعد وقال له معاملتك مشت. ومحمد معاملته ما بيها شيء. محمد شلونك؟ حياك الله استاذ نجم. محمد انا مو خابرت لك ورحت واستقبلك عمار نوري وقلت لي خلف الله عليك مشت المعامله، شنو اللي صار؟ اي نعم استاذ نجم. اي لكن حبيت اوضح الجناب كون كريم، لانه مشكلتي اللي واجهتها هنا كالتالي. اي اسمي مو موجود بالايقافات. ما عليك توقف. وحتى السيد عمار النوري خاطب التقاعد الكتاب اعلموني سبب ايقاف الراتب، اجى الجواب بانه راتبي غير متوقف، راتبي ما زال جاري. زين هذا تقاعد الانبار؟ لا تقاعد بغداد. اي انت تحكي تقاعد الانبار خاطب بغداد؟ لا مديرية جرحى وشهداء الأنبار عمار النوري خاطب هيئة التقاعد. ايه اجى الجواب بأنه أنا راسي ما متوقف. زين قلت حتى لا توقع حجة علي، بفضل الله بفضلكم قابلت اللجنة القضائية. اللجنة القضائية القاضي دقق المعاملة، قال لي معاملتك أصولية وكاملة ما بعد أي نقص. زين روح ابني للبيت. وراها انا اتصلت بمؤسسة الشهداء اللي ببغداد. اي قال لي اخي العزيز انت اسمك ما موجود بالايقافات. زين وهمين قابلت التقاعد هم قالوا ما متوقف راتبك. زين ابو الانبار شو يقول؟ من هو ابو الانبار؟ ابو الانبار اي منهم ابو الانبار اللي موقف راتبك؟ ابو الانبار سوال استثناء اني لانه ما لقى اسمي بالايقافات نهائيا. اي بابا هو ليش موقف راتبك اذا انت ما عليك ايقاف؟ ما اعرف المشكله وين، ما اعرف منين. ماشي محمد اخوان، انا هاي القصه عرضتها قبل اشهر والولد راح مثل ما انا حكيت، لكن السؤال الان يقول لك انا التقاعد العام تقول لي ما عنده ايقاف واللجنه القضائيه يقول لك ما عندك ايقاف. زين انتم من موقفين راتبه وفق اي منطق؟ هسه انا ما اريد اتهمكم، لكن بالحلقه الجايه انا اريد جواب. هسه هذا الرجل يوميا يخابرني 30 مره، يكتب لي رسائل وحقه. اذا ما متوقف بابا ماكو قانون يوقف راتبه. ليش موقفين راتبه؟ مؤسسه الشهداء والجرحى بالانبار، عفيه الانبار وعفيه صلاح الدين، ايش قد بيكم مظالم؟ ليش موقفين راتبه والموظف اللي موقف راتبه؟ اذا كان بموجب القانون والله ما لحق، لكن لو اتضح فيما بعد انه التوقيف خطا وسهوا والله هذا الموظف يجب ان ينقطع راتبه سنه، لان خبزه الناس صعبه. منين تجيب العالم؟ او جاي وراجع وكتابنا لانه الموظف على خطا. هسه ما يخالف صار الخطا والولد جاكم وكتب، انتوا بمن تعترفون؟ بمن تعترفون؟ غيرك ودولة اكو قانون يحكمكم؟ لو هي قضية تليفون قال سعادته وقال دولته وقال فلان، كل هاي ما تمشي. وكل موظف يشوف نفسه مسدود له بجربوع حرامي، والله لا تخلوني احكي اكثر من هذا الحكي. موظف يقول لك راتبي مقطوع، اعطي راتبه لا خلفت عليك. هي منا مالت الخلفك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعينك يا هذا البلد، الله يعينك يا هذا البلد، الله يعينك على 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 على, على ناس لا ذمة ولا ضمير.